مرحبا، أنا ريما عاصي، فنانة تشكيلية من لبنان، حائزة على شهادة دراسات عليا من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة الألبا البلمنت. من بعدها سافرت على باريس لتلقي دورات تدريبية مكثفة على جامعة سيرجي بونتواز لانزاك، ومن ثم عدت إلى لبنان، ومن بعد فترة قصيرة عملت اختصاص تاني وحزت على ليسانس بالجرافيك ديزاين. منتسبة لنقابة الفنانين التشكيليين وإلى جمعية الفنانين للرسم والنحت وجمعية ملتقى الألوان. حائزة على ميداليتين ذهبية وأكثر من 15 شهادة تقدير من لبنان وخارج لبنان. لوحاتي موجودين بلوحة بالقصر الجمهوري ولوحتين بمطار بيروت الدولي وبالكلية الحربية ومؤخرا بجمعية بيانالي انترناسيونال بالصين. طبعا أنا عندي موضوع ورسالة ووجع بنطلق منه لحتى فرجي للمشاهد عن هالرسالة هيدي اللي أنا عم بوصل له إياها وهو بيشوفها على طريقته. أنا بركز دايما على الموضوع، على التقنية، على الألوان، على الخطوط بلوحاتي اللي نحن بنمرق بعدة مراحل وبعدة مدارس لحتى الإنسان بيختار أو الفنان بيختار المرحلة اللي بده إياها والمدرسة اللي بده إياها. أنا هلأ وصلت للمرحلة اللي هي للفن المعاصر اللي أنا هيدي حبيت كتير واللي عم بشتغل على أساسها. هذه اللوحة اللي أنا عملتها اللي أنا مشتركة فيها بمعرض بالأردن بإربد اللي هي تحت عنوان الفرح. حبيت أنا أعطيكم موجز صغير لحتى تتعرفوا أكثر عني أنا وتعرفوا من هي الفنانة التشكيلية ريما عاصي. شكرا لاستماعكم لإلي، شكرا للأردن ولدعمهم لإلنا، لدعمهم للفنان العربي ولكل الفنانين كمان على هالمبادرة هيدي اللي عملوها. ألف تحية وألف شكر لأهلنا بالأردن ولكل العالم العربي ولكل الفنانين بكل أنحاء العالم اللي عم بيسمعونا واللي عم بيشاهدونا ليتعرفوا علينا أكثر. شكراً.